مثلا رامز جلال، هي الشخصية اللي هلا عم نشوفها بشهر رمضان يمكن ما ضل حدا فينا ما شافها، هي الشخصية اللي عم تستمتع بتعذيب كل الأشخاص اللي عم تحطهم قدامها، بغض النظر عن شخصيته بالواقع إذا هو حدا حباب ولا ما حباب، والله غليظ ولا ما هو غليظ، ما بيهمنا، هو شخص عم يتقمص شخصية واحد سادي عم يستمتع بتعذيب الناس. شو هو الشخص السادي؟ الشخص السادي هو الإنسان يلي بيستمتع بتعذيب أو إنه يشوف حدا عم يتعذب قدامه، وهي الشخصية عكس تماما الشخصية المازوخية، الشخصية السادية هي الشخصية اللي بتستمتع بتعذيب الناس، الشخصية المازوخية هي الشخص اللي بيستمتع بأنه يتعذب، فما بالكم إذا شخص سادي تزوج وحدة مازوخية، هذا بيضربها وهي بتستمتع، والسادية هي ليست سادية جنسية، وإنما ممكن تكون سادية بالحياة العادية، مثل الشخص اللي بيستمتع بأنه يعذب كل الناس اللي حواليه، وبينبسط وقت يشوفون عم يتعذبوا، أو السادية الجنسية اللي ما بيوصل للنشوة الجنسية إلا إذا ضرب الشخص يلي عم يمارس الجنس معه. أكثر سؤال ممكن يخطر ببالنا، يا ترى كيف الواحد ممكن يكون سادي؟ السادية ممكن تنجم عن ظروف البيئة، إذا واحد كان ببيئة معنفة وفيها كتير همجية ممكن يكون سادي، أو ممكن تكون بعض العوامل الوراثية تلعب دور، أو إذا كان عم يعاني من اكتئاب أو إحباط شديد ممكن يصير سادي، وضمن مجتمعنا يمكن يكون هذا الأمر مفسر باعتبار أنه مجتمعاتنا عم تعاني من همجية كتير وعنف كتير وكبت جنسي كتير كبير، وما نستغرب أنه في كتير ناس مبسوطة من الشيء اللي عم تشوفه على التلفزيون، يمكن هي ما تكون سادية بس يمكن تكون بدايتها. طب يا ترى هذا الأمر ممكن يكون إلي علاج؟ إذا واحد سادي ممكن يقدر يتعالج؟ لحد هاللحظة ما في جايد لاين ثابت إنه إذا عنا واحد سادي ممكن نعالجه، ما في شيء ثابت لكل الناس، بس فينا نقول إذا واحد كان عم ينبسط بإنه يشوف الناس عم يتعذب قدامه، أو هذا الشخص يلي بينبسط وقت يشوفك عم تتعذب لأي سبب، ممكن يكون من رفقاتك ما تمنشنه مشان ما تخانق أنت وياه، هذا الشخص بإمكانه مراجعة طبيب نفسي ممكن يخفف هي الحالة، وبالنهاية بدنا نقول شغلة صغيرة، إذا كنت واحد سادي أو بتحس حالك تستمتع بتعذيب الناس أو تشوفهم يتعذبوا قدامك، لا تحاول تخبي الأمر لأنه كل ما خبيته رح يتضاعف نتائجه وتندم عليه لاحقا. والشغلة الثانية واللي هي الأهم، إذا كنت مبسوط بهذا البرنامج ما تحاول تورجيه لأولادك لأنه نتائجه سيئة عليهم. ويعطيكم العافية.